حضرتك متأكد من اللي بتقوله يا بابا؟ يا بنتي بقول لك الأستاذ حمدي المحامي هو اللي اتصل بيا وصحاني من النوم وقال لي إنه واخد مروان ورايح بالنيابة. مروان دخله إيه في قضية صلاح؟ أنت بتسألين أنا؟ اسألي روحك يا بنتي، اسألي روحك. لا لا لا، أكيد حضرتك فهمت غلط من المحامي. شهادة إيه اللي هيشهدها مروان في قضية صلاح؟ هم أصحاب يعرفوا بعض. يطيقوا العمى ولا يطيقوش بعض؟ أكيد بسببك، مش كده؟ أيوة طبعًا بسببي. يبقى عليه العوض ومنه العوض عليك يا صلاح يا وجدي. أكيد اللي اسمه مروان ده هيطربقها فوق نفوخه. لا لا لا، مستحيل. مروان ما يعملش كده أبدًا. سجل البيانات دي عندك وافتح المحضر. إنه في يومي وتاريخي حضر إلينا نحن فؤاد السيد رئيس النيابة السيد مروان محمود زكي للإدلاء بشهادته متطوعا في قضية المدعو صلاح وجدي والمتهم بمحاولة قتل السيدة سناء شكري والمحبوس على ذمة القضية وأفاد بالتالي. دلوقتي بقى نقدر نسمع شهادتك يا أستاذ مروان، ويستحسن الأول تقول لي إيه العلاقة اللي بتربطك بالمتهم صلاح وجدي. الحقيقة يا فندم الكلام اللي هقوله لحضرتك ده يمكن يكون غريب حبتين. أنا كل اللي بيربطني بالأستاذ صلاح إن إحنا الاتنين بنشترك في حب إنسانة واحدة صادف إنها كانت زوجته في يوم من الأيام. وبشكل أو بآخر هو عرف بنيتي بالجواز منها. وكان شيء طبيعي إن العلاقة اللي ما بيني وما بينه يشوبها نوع من التوتر والحرج في الكم مرة اللي إحنا التقينا فيهم. مرجعنا بقى لليلة الحادث. الدكتور حمدي بيؤكد انك الوحيد اللي تقدر تثبت وجود صلاح وجدي بعيد عن مسرح الجريمة في اللحظة اللي تم فيها ارتكابها، يعني حوالي الساعة 10 مساء، وده حسب تقرير الطبيب الشرعي. ده حقيقي سيادتك. يبقى تحكي لي وبالتفصيل كل اللي حصل ساعة بساعة ولحظة بلحظة. في الحقيقة يا فندم يوم الحادثة انا كنت مدعو في منزل مدام شهيرة عشان تعرفني بالهانم والدتها. وبعدين وانا قاعد عندهم رن جرس الباب ودخل علينا الأستاذ صلاح وجدي. ما قدرش أنكر إن الموقف كان في منتهى الحرج بيني وبينه، والحقيقة أنا حاولت أستأذن وأخرج أكتر من مرة، إنما مدام شهيرة هي اللي أصرت على وجودي وغيظا فيه قدمتني على إني خطبها. حقيقي مدام شهيرة كانت قاسية معاه قوي لدرجة إنه صعب عليا. وصلاح كان جاي لها وعايز منها إيه؟ كان جاي يعتذر لها عن خطأه في حقها، لما بقى مدام شهيرة قبلت الاعتذار ده بمنتهى الحدة والعصبية. أستاذ صلاح، رسالتك وصلت وأنا لسه عند رأيي، كل شيء اسمه ونصيب. خطبتي على الأستاذ مروان يوم الخميس الجاي، وأظن ده نفس الميعاد اللي كنت محدد فيه فرحك أنت وسناء شكري. أرجوك أرجوك ما تحرجنيش وتحرج نفسك أكتر من كده. حاول تنسى الموضوع. شرفت وأنست يا أستاذ صلاح.